Now, the life is very difficult. The baby is alone here. There's no milk, there's no food, there's no clothes. Now, it's meaningful to struggle for it. As you see this house now, it is not good. أنا عايش يعني مش طفل كأنني مش طفل لنفس الطفل أطفال العالم أطفال العالم يعني يلعبوا ويسيروا الحدائق يدرسوا ويعملوا وأنا لا يعني أنا صباح أسير الديمة أرجع أشتغل أنا أقل أعمال يعني العمل الشاقة كأنني يعني واحد كبير تشتغل بالمدرسة وأنطيهم وأنا أسعد أصرف عليهم ونبيع بالمدرسة وننطيهم وأبويا من مكان يعني ما حالتنا حال تعبانة بنبا ونشتغل من قبل دور داعش من جو ليجا إحنا نبيع.